هم تعتبر نشاط لكم مدرجة، تمام؟ بالنسبة إلى توزيع الدرجة، راح أخذ الحضور عن طريق السكرين شوت. راح أصيح بالأسماء وآخذ لهم سكرين شوت: رقية، جعفر، زهراء، سعد، مصطفى، محمد، فاطمة، أحمد، فنار، عقيل، أنوار. هذا السكرين شوت الأول. خلص الحضور. أخذت سكرين شوت، شيك واحد موجود، سكرين شوت إضافة للبرنامج يجهز بالأسماء، ما يعني موجود بالسكرين شوت اللي يشك باسمه انه ما صحت به يكتب اسمه بالشات، ايضا يسوي له سكرين شوت. اريد منه اللي يرحب قوياي، ايضا مساعد يا الرحب قوياي، يعني بحالة ما اختار الاسم هو راح يكون وياي، عافية من يكون وياي يتبرع على الأمور الفنية، على الأمور الفنية فقط. رفل كل مرة، رفل رفل يا رفل، صباح الخير رفل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام رفل. حسب اتفاقنا القديم ونجدد انه فقط الامور الفنية الخاصة بالصوت والصورة تكون هنالك مداخلة، إن يعني شاء الله دكتور، واضح. ان شاء الله. شوفي لي عافية رفل شنو راح يسوي. البداية ريكورد The للمحاضرة، recording has started. سوي شير. شوفي لو رفعت شنو اللي يطلع امامكم. طالع الواجهة دكتور مالت الحاسب. هسه شوفي شنو طلع رفعت. أول سلايد. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. اليوم محاضرتنا من جامعة جابر بن حيان الطبية، كلية الصيدلة، المرحلة الأولى للعام الدراسي 2020-2021، الكورس الأول، المادة Analytical Chemistry. اتفقنا أنه Analytical Chemistry سابقا، وأذكركم بأول سؤال طرحناه في أول محاضرة اللي هو الأناليتيكال كيمستري تجيب على السؤالين: ما هو الموجود في السامبل اللي هو what، and ما هي كمية السامبل الموجودة داخل السامبل، إذن ما هي الكمية وما هي النوعية. وأخذنا مقدمة عن كل اللي أخذناه سابقا، من تحديد التركيز وكيفية التعبير عن التركيز. وأخذنا واحدة من الطرق اللي تستخدم في قياس الكم وقياس الكمية اللي هي طريقة الفوليومتريك،
اللي عفوا هي طريقة الجرافيمتريك اللي هي طريقة البريسيبيتيشن، أخذناها بالمحاضرة السابقة ذكرتكم بها، ومن خلالها تم قياس كمية المادة وفق الشروط اللي احنا عرفناها تتماشى مع الجرافيمتريك ميثود. دكتور بلا مقاطعة، يقولون الصوت ناصي. صح، هسه الصوت يمكن واضح لو مش كده، شوفوا دي الصوت عافية، انا راح اعتمد على كلامكم. بلي دكتور كلش واضح هسه. زين، هسه صعبة شوي، ارفع الصوت، صوتي واضح في رفل؟ واضح دكتور، والله واضح. تمام، لا بدون والله، احنا نريد يعني فقط اذا واضح او غير واضح، لان انا راح اعتمدت عليكم بهذا الكلام. زين، إن اذا شاء الله دكتور. من خلال هاي المقدمة اللي اخذنا بيها ما هي عفوا، لا تكتبون شات هواي رجاء، يعني حتى يكون متابع وياكم، الشات خلوه يتوقف الى حد ما اقلكم اكتبوا، تمام، حتى يكون يعني يتواصل وياكم. زين، بالنسبة إلى الموضوع اللي راح نستخدمه اللي هو محاضرتنا في هذا اليوم، هي أحد أنواع الفوليومتريك، أحد أنواع الفوليومتريك اللي هو اللي من خلال هذه الطريقة راح نحسب أيضا تركيز ونتعامل به بكمية، يعني من خلال وجود تركيز و كمية معينة إلى مادة ما بمعاملتها مع مادة أخرى، راح تكون بهذه الحالة ومعايرتها مع مادة أخرى معلومة الكمية مجهولة التركيز، راح نعرف التركيز مالها. السلايد اللي أمامكم اللي هو راح ناخذ الطريقة الأولى اللي هي بالفوليومتريك اللي هي التايتريمتريك methods of analysis. طريقة التايتريمتريك methods هي عبارة عن عدة طرق مستخدمة، عدة طرق، احنا راح نكتفي بطريقة واحدة يعني اختصارا للموضوع، لأنه يوجد الكثير من هذه التفاصيل اللي يريد يوسع معلوماته أكثر، موجود المصدر اللي أعتقد أكثريتكم استعارته Analytical Chemistry Textbook من مجانية التعليم. رفل، شوف ان السلايد واضح امامكم، ما بي مشكلة هسه حاليا. واضح بالنسبة دكتور. الى الموضوع الاول اللي هو التاتريمتريك، اكو بعض المصطلحات راح تتكرر علينا، هذه المصطلحات حتى من تجي بالسؤال او تجي ببعض المفاهيم حتى راح نعرف شنو هاي وظيفتها، بعد ما نطرق نقول من هذا المصطلح الاول اللي هو التاتريمتري، in which we measure the volume، لاحظ نقيس الـ volume of reagent reacting stoichiometrically with the analyte. Analyte المادة اللي احنا نريد يعني مجهولة التركيز، لكن معلومة الـ volume stoichiometrically يعني هي الكيمياء التي تتعامل مع الحسابات الصيدلانية، مع الحسابات الكيميائية اللي تكون عبارة عن قيم values يمكن نتعامل بها، هاي يسموها مصطلح استيكيو ماتريكالوجي او استيكيو ماتريك، مرات يسموها استيكيو كيمستري. اذا مصطلح التاتريمتري اللي هو المعايرة، in which we measure the volume، اذا قياس ال volume of reagent، صراحة اشوف شنو ال reagent واحد واحد، reacting stoichiometrically with the analyte. المصطلح الثاني ايضا راح
نشوفه اللي هو تايترنت. تايترنت اللي هو ذا ريجنت added to the solution contain analyte and whose volume is a signal, يعني مؤشر معروف الحجم مالته. من هو الريجنت؟ اذا عندنا مصطلح ثاني جانا هو تايترنت. تايترنت هو الريجنت. تايترنت هو الريجنت. زين ايضا من المصطلحات اللي راح نتطرق لها اللي هي equivalence point, نقطة التكافؤ. The point in titration where stoichiometrically equivalent amount of analyte and titrant react, يعني الكمية المكافئة اللي هي تحقق التساوي ما بين ما بين الانالايت المادة اللي يريد احللها و التايترنت اللي هو الريجنت, اكو توصل الى نقطة ما راح تكون نقطة مكافئة, نقطة تكافؤ رقمي يعني محسوب, هاي يسموه كوفالنس بوينت. عندنا اند بوينت. الاند بوينت هو ذا بوينت ان تايتريشن, بالمعايرة اكو فد نقطة عندها راح يكون وي ستوب ادينج تايترنت. عند هذه النقطة راح نشوفها صراحة اقول لكم شنو هاي الاند بوينت. عند هذه النقطة الريجنت عندها يعني عملية التايتريشن راح تتوقف نتيجة توقف اللي هو التايترنت الريجنت. تايترنت اتفقنا اللي هو الريجنت. انديكيتر المؤشر, يمتى انا اوقف عند هذه النقطة؟ عندما يختلف يعني يتغير اللون. من المسؤول عن تغيير اللون؟ اللي هو الانديكيتر. الانديكيتر هي يعني مركبات حاملة للون. Change in color, color signals, the end point of titration. ذي المصطلحات راح اتعامل وياهم اكثر شيء اللي هو titrant, equivalence, point, end point, indicator. هاي دائما طبعا احنا بدنا كان انه في المختبر يكون عمل هذه يعني الطريقة وتكون امامكم وامام يعني الانظار, وبالتالي راح تكون عليكم قريبة هذه الامور, لكن بسبب جائحة كورونا وتوجه نحو التعليم الإلكتروني أدى إلى يعني أهم شيء سلامة الجميع من هذا الوباء. بالنسبة إن شاء الله بارك الله يعني إن شاء الله بدعائكم نرفع أنه يرفع هذا الوباء ونرجع إلى المختبرات وإلى دوامكم بصورة صحيحة, وراح أشوفكم كل هذه الخطوات. إذن اللي أخذناها هسه فقط هو عبارة عن تعاريف, لكن من راح نشرح العملية راح أشير لكم شنو التايترنت, شنو الاند بوينت, شنو الاكوفالنت, شنو الانديكيتر اللي استخدمناه. زين تايتريشن كيرف أيضا مصطلح آخر. كيرفز طبعا هو هنالك كيرفات عديدة للتايتريشن, لكل واحد له كيرف خاص به واعتمادا على نوع التايتريشن. اللي هو الجراف طبعا الرسم اللي من خلاله progress of titration as function of the volume of titrant added, يعني من اختلاف الفوليوم بالاضافات الكمية المختلفة راح يطلع عندنا titration curve. titration curve على المحور الاكس وعلى المحور الواي, ومن خلال الايصال ما بين النقاط راح تطلع عندي titration. هسه هاي فقط كمصطلحات. نضرب example. Example عندنا equivalence point. شوف لاحظ هنا equivalence point, يعني هنا محتاجين equivalence point قلنا هي الكمية المتعادلة ما بين الـ analyte و الـ reagent. For titration at Cl with NaOH occur at pH 7. occur at pH 7 من هي هاي equivalence point, تحدث عند الـ pH 7. يعني من إذا وصلنا للـ pH 7 راح يصير هناك equivalent point. equivalence point شلون راح نجد الـ end point؟ الـ end point كما لاحظ هذا المحور, لاحظ هذا المحور الـ volume of NaOH. إذن هنا أتعامل بالمول, شوف volume هاي محور الـ x هو volume, محور الـ y هو التغيير بالـ pH نتيجة إضافة الـ HCl. راح نضيف الـ HCl.
إذا أول بداية شيء طبيعي أنه الـ pH عند الـ 0 point راح يشوف هذا الرسم واضح رفع العافية الرسم على عينكم خاف أكو مشكلة بالإنترنت واضح حتى دكتور واضح. هذا عند الـ 0 time شيء طبيعي أنه شوف عند الـ 0 time الـ HCl موجود وحده فبالتالي راح يكون الـ pH نازل احنا نعرف أنه الـ HCl هو أسيدك هسه الآن صارت إضافات من الـ NaOH طبيعي من هاي الإضافات أكو إضافة هنا أكو إضافة هنا أكو إضافة هنا لاحظ أكو إضافة هنا فوليوم أوف NaOH أكو هنا إضافة أكو هنا إضافة أكو هنا إضافة لاحظ إلى حد الإضافات تصعد بعد هذه الإضافات إلى وصولا إلى الـ pH 7 شوف إذا نسحب هنا خط مستقيم إلى الـ pH 7 هذا تساوي الكمية شوف تحولها من الـ pH الأسيديك إلى pH basic الكلاين راح تكون هذه النقطة شلون نقطة تحول يسمونها كوفالنس بوينت نقطة تكافؤ اللي عندها يكون متساوي الـ NaOH مع الـ HCl عند الـ pH 7 هاي نقطة يسمونها كوفالنس بوينت تستمر الإضافات شوف إذا استمرت الإضافات مالت الـ NaOH راح يتحول إلى وسط الكلاين شلون احدد هذا الاكوفالنس بوينت لازم اكون عندي اند بوينت شلون احدد الاند بوينت استخدم انديكيتر انديكيتر ما راح اخليه مع المحلول واضيف له الماده الثانيه اثناء ما يتغير اللون يعتبر اكوفالنس بوينت وبهذه الحاله اسوي ستوب سوليوشن راح تكون بهذه يعني ستوب اوقف الاضافات وتعتبر هاي نقطه الاكوفالنت بوينت هاي فقط هسه انا راح اقول لكم وين راح اتوقف بارت واشوف الاسئله مالتكم اكو من هو اللي مسؤول عن هذه عمليات الاضافه اعتقد شفتوها بالمختبر يمكن اللي هي راح اسميها البايوريت او مرات الفضه بيوريت البيوريت هي اللي راح تستخدم في عملية التايتريشن طبعا بالبيوريت راح يكون المادة الأولى والبيكر الجو أيضا يحتوي على المادة الثانية واحد بيهم أو اثنينهم كمياتهم الفوليوم معروفة بالأضافات واحد تركيزه معروف لكن الثاني تركيزه مجهول لكن الثاني تركيزه مجهول خلينا نشوف شلون هذا بالبيوريت طبعا all essential piece of equipment تعتبر احد الاكويبمنت for an acid base titration is mean that for delivering the titrant يعني اللي هي تقدم الريجنت to the solution containing the analyte يعني البيكر اللي هو جوا يحوي على الانالايت اللي هو ما اعرف تركيزه قد لكن البيوريت طبعا راح تحوي على التايترنت تحوي على الريجنت The most common method for delivery of the tile is purite. هذا البيوريت موجود بالمختبر، أنا أعتقد أن خليكم صورته هنا، هذا الصورة. إذا شافي بالمختبر هنا حقيقة ب سفنكتر يعني سداد يتحكم بمرور كمية نازلة هو طبعاً فوليومتريك بيوريت. إحنا من نضيف شيء طبيعي راح نعرف إيش قد ضفنا كمية، إيش قد ضفنا كمية من الريجنت اللي تركيزه معلوم. الى البيكر اللي هو جوا اللي هو تركيزه مجهول بس كميته معلومه ونضيف انديكيتر بي اللي يتغير اثناء ما يتغير اللون نحصل على الاند بوينت والاكوفالنس بوينت هسه هاي كمقدمه فقط الى اتفقنا عافيه لحد يكتب لحد يكتب حتى اكون وياكم اني متابع لهذا الامر لا ما سدت شات انتم بعد وصلتوا مرحله بعد من اقول لكم لا تكتب يعني بعد ليش نغلق الشات دائما الانسان حر من يعني من قيده لكن يعني يستجيب للكلام عافيه مو تمام ابطا يلا عافيه احنا ترجمه انا قايل لكم يعني انا اخذ المضمون ترجمه اريدكم انتم تترجمون انتم تساعدون انفسكم بالترجمه اي كلمه صعبه شفتوها راسلونا ماكو مشكله
يعني ما يعني طريقة الترجمة وتاع الوز والإز ولا، يعني بعد عليكم هاي، أنتم وصلتوا مرحلة جامعية تمام؟ زين البيوريت، يعني أنا أسميها بيوريت، أعتقد تفسيرها باللغة العربية اسمها سحاحة تمام؟ فالسحاحة يعني أو البيوريت من خلالها هي، أنا رويتكم الصورة مالتها وأعتقد أنه أنتم شفتوها، مجموعة جاي تقول شفناها بالمختبر مو صحيح؟ اعتقد شايفيها. المهم يعني من خلال الفوليومتريك، هسه راح نعرف شلون عبد الله، شلون نعرف نقطة التحول، اعطيني مجال هسه لا تسبق السؤال، هسه فقط اريد المقدمة اللي هي التايتران شنو، التايتريشن كيرف شنو، الاند بوينت شنو، الكوفالنس بوينت شنو، ما بيها اعتقد البيوريت اللي هي تستخدم اللي نخلي بها الانالايت، نخلي بها الريجنت، اخذ الفكره ببالك، اللي هو الفوليومتريك، الفوليومتريك تايتريشن بدلاله الفوليوم، نقدر نحسب دلاله الفوليوم، نقدر نحسب التركيز. اما بالجرافيمتريك لا، دلاله شنو الويت، دلاله الماس، حسبنا التركيز مو صحيح؟ اخذناه سابقا. من عنده سؤال؟ عافية. من عنده سؤال على البارت الأول؟ من عنده سؤال على البارت الأول؟ من عنده سؤال؟ لا تسبق، لا تسبقين الأحداث، آي إم 1 في في 1، لا تسبقين الأحداث، أنا فقط أريد على البارت الأول، ماكو مشكلة الحمد لله. إذا نستمر في بداية، لاحظ نشوف. إذا عندنا يا رفل، شوفيني يا رفل، رفل شوفي دكتور سلايد مكتوب بيه acid base عافية titration. عافية 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 رفل، يلا رفل المتابعة ويانا، كل مرة هي رفل ويانا. هسه احنا شو نسوي دائما يسمون، حتى من تدخل من بارت الى بارت نخليك في نصف دقيقة تباوع لي على السلايد هذا، نصف دقيقة فقط. طلبتنا الأعزاء، فوليومتريك تايتريشن، فوليومتريك تايتريشن هنالك أنواع كثيرة، أريدكم تشوفون بالسلايد الأول فوق التايتل نمبر 1 مو صحيح؟ لاحظ نمبر 1، نمبر 1 أسيد بيس تايتريشن، هنالك أنواع أخرى كذلك إن شاء الله نتطرق لها بإيجاز. أكو عندنا اللي هو ريدوكس تايتريشن، اكو بريسيبيتيشن تايتريشن نوع الثالث، نوع الرابع كومبلكسو متريك او كومبلكسيشن تايتريشن. اذا عندنا اربع انواع من التايتريشن. الاسيد بيس تايتريشن قد يكون اثنينهم سترونج، يعني سترونج اسيد اند سترونج بيس، قد يكون اثنينهم ويك اسيد ويك بيس، قد يكون واحد سترونج وواحد ويك بالتبادل، فبها احتمالات مو صح؟ اذا تايتريشن ان ويتش ذا رياكشن بتوين انالايت قلنا اللي هو السامبل بالبيكر اند تايترنت از ان اسيد بيس رياكشن، اذا هذا النوع راح يكون واحد بالبيوريت، بالبيوريت راح يكون الريجنت اللي اتفقنا، وبالبيكر راح يكون الانالايت. An acid base titration is produced used in quantitative. لاحظ هذه الطريقة إضافة لطريقة الجرافيمتريك، فوليومتريك نستخدمها حتى نحسب كمية نتعامل معها. Quantitative determine the concentration of either acid or base. سواء كان حدد الكمية المجهولة للأسيد أو للبيس. شيء طبيعي هنا the equivalence of an acid base titration، بعض الطلبة رادوا انه اشرح ببطء ماكو مشكلة،
الـ equivalent، اتفاق الـ equivalence point ما بين الـ acid والـ base، من خلالها نحدد النقطة اللي هي الـ equivalence point اللي عدها راح يساوي تركيز الـ H مع تركيز الـ OH. تركيز الـ H راح يكون مساوي إلى تركيز الـ OH. هذه عند هذه النقطة اللي راح تتساوى فيها هذه التراكيز الاثنين راح يكون، راح نسميها equivalence point. Equivalence point that to say the equivalence point can we definition at with point at which the equal amount of H with OH in acid base titration. H3O plus OH form H2O. راح نحدد نقطة التكافؤ. هنا قلنا احنا دي التعاريف اللي بالبداية راح اطبقها هنا. اذا اول بداية equivalence point عندما تكون متساوية الكميات. The when there is equal amount of H3O and with equal amount of OH. نقطة الأولى. نقطة ثانية end point of titration. يعني شنو end point؟ عرفت التعريف end point اللي هو الستوب، من نسوي له ستوب للريجنت التفاعل راح يتوقف وراح يكون باستخدام indicator. هذا البوينت the point in titration at which the indicator، indicator هاي المادة حاملة اللون اللي انا ضايفها مثلا خليها بالبيكر مع مثلا الاسيد او مع البيس، فمن اضيف عليها اضافة بالبيوريت من الاسيد او بالعكس اضيف بيس اذا كان بالبيكر معاكس لها، اول ما يتغير اللون اوقف، يعتبر هذا end point، نقطة نهاية الرياكشن. اتفق للانديكيتر should be change color sharply. لاحظ هذه الكلمة sharply. Sharply. شنو معنى sharply؟ خلنا شوية نتناقش وياكم. خلنا نشوف يعني شنو معنى sharply. Sharply. لازم يكون هذا تغير color and change. يعني واحد يقول حاد، عفيف، طفيف، لا بحدة، عفيف، بحدة والله بعد أقوى، بحدة، حاد، بمجال شوية يتغير، بحدة نقول هذا حاد، هذا بحدة، بحدة والله بها أكثر، شاربلي، شارب حاد، مو شارب، شاربلي، بحدة، زين، عافية، كلكم قلتوا بحدة، زين، يقدر واحد يمثل إياها، عكسه، عكس الحاد، شنو عكس الحاد؟ عكس الحاد يعني يا لا احنا بنقول شباب السالفة تاخذوها بالمعنى العام، انا اخذها يعني بالمصطلح الاناليتيكال كيمستري بالفوليومتريك تايتريشن، نقول واحد يتغير شاربلي اللون مالته يتغير شاربلي، واحد يتغير عفيه منار، عفيه مائل، بعد شويه ازيد من المائل، بعد كلمه مائل سلايت، لا منكسر، لا اذا انكسر اصير بيه حده شاربلي، يعني مائل بخفه يعني قريبه، لا ان شارب يعني نقدر نقول أن نقدر نقول مائل بانحراف، مائل احنا نسميه كيوفيت بالانجليزي، كيوفيت، كيوفيت منحرف، منحرف ب كيوفيت، شلون يكون انسان من يكبر يكون على شكل محدب كيوفيت. احنا من صفات الانديكيتر
بالانصفاء. آه ليش راح الصوت؟ راح الصوت؟ صوت؟ لا دكتور موجود. تمام. واحد قال الصوت ما موجود. إذن احنا نريد تغير باللون يكون شاربلي، حفظوها، ما نريد كيوفيت. كل ما يكون قريب للكيوفيت شضي علينا. يلا من يقدر يقول لي شضي علينا بالحساب؟ هاي رحنا لت عافية أحمد وهاب، عافية عافية أحمد وهاب، عافية عافية عافية. يضيع علينا تغير اللون وإذا ضع الإند بوينت. عافية عافية أحمد، خلينا نكتب أحمد ليكتشر أناليتيكال كيمستري، مشاركة علمية. أحمد شنو عافية أحمد؟ هواي عندنا أحمد، أحمد أحمدات هواي عندنا. أنا شفت أول واحد أحمد وهاب. يلا على أحمد وهاب، يلا خلوكم تركيزكم وياه. زين، من قال بحده أول واحد أو أول طالب؟ يا هل قال بحده؟ من قال بحده حتى ما أنساهم؟ يا هل قال بحده؟ يلا رقية محمد، رقية محمد. لا انتبهوا يا يعني. فإذا كان الشاربلي، أرجع للسلايد، إذا كان شاربلي راح أحدد الإند بوينت، وإذا حددت الإند بوينت راح يصير الإكوفالنس أماونت حساباتها مضبوطة، يعني تكون إكزاكتلي مضبوط، نوت أبروكسيمتلي. شنو إكزاكتلي؟ يعني بصورة مضبوطة، يعني بالضبط، بينما approximately تكون بصورة قريبة. زين، at the end point, at the end point of titration all the acid has been neutralized by the alkali. شيء طبيعي عند ال end point اللي حددناها بواسطة استخدام indicator ويكون sharply، كل الأسيد راح يكون متعادل مع الألكالي، بديهية النقطة. The solution in the conical flux contains salt and water only. شيء طبيعي من نضيف strong acid على strong base يتكون neutral salt زائد ال H2O. نجي الآن للـ acid base indicators. هاي الـ indicators كل ما تكون قلنا sharply كل ما يكون هي تكون مفضلة. The acid base indicator are weak or طبيعي هي organic acids weak وتتحلل slightly in aqueous solution to form a ion. طبعا هاي عملية التحلل مالتها راح تتغير اللون مالها لان هي كروموفور حامل اللون. Indicator can change color because their ion have colors that are different from undissociated molecule. اتفقنا انه هي من تكون لها لون بصير عملية تحليل لها dissociation راح يتغير اللون مالها. تغير اللون تستخدم هذه الانديكيترات في هواي شغلات، تستخدم من ضمنها بالانالايتيكال كيمستري بالفوليومتريك تايتريشن. خلينا نشوف شنو هاي انواع الاسيد بيس رياكشن. اتفقنا اسيد بيس رياكشن، لذلك راح تكون عندنا اربع انواع. احتمال سترونج اسيد مع سترونج بيس واحد، النقطة الثانية احتمال سترونج اسيد مع ويك بيس، او معاك يعني نعكس القضية ويك اسيد مع سترونج بيس او ويك اسيد مع ويك بيس. هاي انواع الاسيد بيس رياكشن. pH of acid base reaction at which equivalent point. equivalent point شلون راح استخدمه في عمليات الحساب؟ إذا استخدمنا strong acid مع strong base راح يكون ال pH طبيعي قلنا ال equivalent point عند السبعة. اللي indicators المستخدمة يعني الأكثر شيء نستخدمها بالمختبرات هي مثل orange and phenolphthalein، اثنيناتهم organic indicators تستخدم بهذه ال titration.
إذا استخدمنا سترونج أسيد مع ويك بيس شيء طبيعي راح يكون الإكوفالنت الـ pH at equivalent point راح يكون أسيدك، والـ pH يكون أقل من 7، والمستخدمة في هذه الحالة اللي هي الميثيل أورنج. إذا استخدمنا ويك أسيد مع سترونج بيس راح يكون more than 7 الـ equivalent point، يعني منطقة وجودها تكون أكثر من 7. المستخدمة اللي هي الانديكيتورز فينول الثالين، إذا استخدمنا ويك أسيد مع ويك بيس فراح تكون الـ pH dependent on the Ka اللي حسبناه، اللي هو dissociation constant for acid and Kp of dissociation constant of base. هاي كاتبين of acid and base concentration، هنا وراها يكتبون respectively بالتتابع respectively، يعني يقصد انه Ka المن الى الاسيد والKb الى البيس. من عنده سؤال على البارت الثاني؟ من عنده سؤال على البارت الثاني؟ عندنا volumetric titration، ماكو مشكلة، يعني respectively هاي آخر شيء مكاتبين Ka and Kb for acid and base respectively، يعني أقصد بالتتابع ال Ka إلى، مو كلمة عيدها، قل لي وين سؤالك بيا مكان. عافي، شنو الفرق ما بين ال equivalent point وال end point؟ يعني ال equivalent point خلينا نقول هي ال end point لازم هي بالتمام والكمال هي مطابقة ال equivalent point. ليش؟ لأنه هي اللي راح احنا انا اريد اوصلها واتوقف بالتفاعل، لكن هل هي اقدر احصلها تكون exactly؟ راح نشوف بالاخير ليش ما حصلنا exactly، ليش دائما تكون اكو بيها فرق يعني قليل جدا. تمام، الجدول هسه عيد اذا من حيث المبدا هسه acid base titration، اول titration اخذناه بالفوليومتريك اللي هو acid base titration، قلنا اكو انواع اخرى، هسه انا بهاي محاضرتي acid base titration. acid base titration اما يكون الاسيد strong or weak، اروح للجدول مو افضل حتى يكون عافية تكون مثالية، عافية منار تكون مثالية، ولكن نطمح ان تكون مثالية، كل ما يكون المختبر عالي الدقة راح يكون اكثر مثالية في هذه القضية. زين، حاول على هذا الجدول. انواع الاسيد بيس تايتريشن، انواع الاسيد بيس تايتريشن فقط اغير، يعني اذا اخذنا الاسيد احتمال اثنين هم سترونج مو صحيح، والكوفالنت بوينت راح تكون عد 7، الانديكيترات المستخدمه ذن 2 اللي بالمختبر اكثر شيء متداولات 2، السترونج اسيد اند سترونج بيس العفو اند ويك بيس راح يكون البي اتش مور ذان ليس ذان 7، والمستخدمه الانديكيتر اللي هي الميثيل اورنج. اذا نعكس هالقضيه نقول ويك اسيد، نقول ويك اسيد ويك اسيد مع سترونج بيس، شو طبيعي البي اتش راح تكون مور ذان 7 نقول equivalent point، والمستخدمه اللي هي الفينول الفثالين، طبعا الفينول الفثالين تكون حقيقه عديم اللون في الوسط الحامضي، وتكون وردي في الوسط المتعادل، ولونها أحمر في الوسط القاعدي، عديمة اللون في الوسط الحامضي هاي الفينول الفثالين، عديمة اللون. عبدنا كان إنه بالمختبر يعني شوفوها هاي الانديكيتر. إذا استخدمنا أسيد مع بيس، ويك مع ويك، فنعتمد على من البي اتش راح تعتمد على الكي اي، كي اي الثابت تفكك ال K يعني dissociation constant for acid، or نعتمد على KB for base dissociation constant for base. هنا خاف من تقرأ، يعني عبالك انت ال KA and KB for acid and for base concentration، كدنا اكو كلمة هنا تكتبها respectively يعني بالتتابع.
طبعا في ملف ثاني نكون نتعامل وياها، راح نشوفوها بالمختبر، نتعامل وياها بحذر، لأن هي تحوي على راديكال كارسينوجينيك، لذلك يعني تكون هذه تكون بحذر نستخدمها. هاي بالمختبر وأبحاث. يا أبي اتركها بالتتابع، لا تكتبيها من نار، تركيه تركيها ولا تدوخين بيها. زين الآن تنتبهون وياي على أول واحد راح ناخذه اللي هو سترونج أسيد أند سترونج بيس. اتفقنا المعادلة الكيميائية NaOH مع HCl باتجاه واحد H2O زائد NaCl. الفوليوم اللي هو NaOH added، الإضافات راح تكون الـ NaOH المضاف اللي جاي أضيفه من البيوريت. هنا هذا التايتريشن كيرف، الإضافات متعددة وأراقب، شوف من أوصل إلى ارتفاع، شوف الكمية حوالي 20 مل، نلاحظ تقريب يعني هنا 25 مل، من راح نضيف راح يبدأ التغير بالإنديكيتر، التغير بالإنديكيتر إلى أن يوصل إلى تغير تام باللون، راح توقف التفاعل إند بوينت، فسحبنا لها إلى على التسقيط على محور واي، واي راح يكون طبعا هاي الاضافات هنا، شوف هاي الاضافات، الاضافة 5 10 15 20 22 24، شوف عند 25 ما انه راح تكون الاكوفالنت، راح يتغير الانديكيتر هاي الاكوفالنت بوينت، من خلالها تحددنا كمية الفوليوم زياد مالت ال NaOH وتركيزه المعلوم. يبقى عندي كمية الاسيال، انا عندي معلومة، يبقى عندي احسب تركيزها. زين تايتريشن بروبلم ستيب باي ستيب سوليوشن، يعني هنا هذا السؤال من يجي بهذه الطريقه وعمليه الحسابات اللي هي ستيكيوكيومتريكالي كالكوليشن راح تكون بهذه الطريقه 25 مول سوليوشن اوف 0.5 مولر ان اي او اتش از تايتريتد، شوف هاي تركيز الـ NaOH، عافية رفل، شوفي المثال واضح أمامكم رفل، واضح دكتور. تمام، فوصلنا إلى إضافة الـ 25 مول من السوليوشن، تركيز مولر 0.5 NaOH is titrated until neutralized into 50 مول of sample of SCL. شوف لاحظ عندنا هنا 50 مول للـ SCL، وهنا عندنا تركيز، وعندنا عدة خطوات بعملية التحضير او عمليه الحسابات. What was the concentration of the SCL؟ بادر بذهنكم انه طريقه ال C1 في V1 تساوي C2 في V2، ولكن هذه الطريقه مرات تكون بها limitation، راح نشوف شنو هي. اول بدايه step الاولى determine تركيز الـ OH، احنا ندري انه NaOH من يصير عمليه تحليل سترونج باتجاه واحد الى OH زائد Na، لذلك تركيز ال NaOH يمثل تركيز ال OH، إذا عندنا تركيز ال OH مقداره 0.5 مولر. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية determine the number of mole of OH، أيضا من قوانيننا بالمحاضرات الأولى المولاري مولاريتي equal to number of moles قسمها على الفوليوم، و number of moles تساوي مولاريتي في فوليوم، نمبر اوف مول للـ OH راح تكون مولاريتي طلعناها هنا 0.5 ضربناها في 0.025 لتر، ليش؟ لانه هنا الفوليوم باللتر، وبالسؤال الجديد منطيني اياه 25 مول، حول علمه الى اللتر، نمبر اوف مولز OH راح يكون فقط اضرب هذا الرقم في هذا يعطينا 0.0125. بالمناسبة بدي أعطيكم إشارة على بعض المواضيع، بالتراكيز لا تقرب الناتج أبد، بعض المصادر يكون نعتمد على ثلاث أرقام من بعد الصفر البوينت،
فرجاء لا تقربون وحدكم مثل ما شفت بالامتحان. في امتحان اولي شفت اكو مجموعه مقربه ما اقبل بعد، يعني هسه هاي يعني كي هنقول امتحان الاول لكم في الجامعه في الكليه، فالناتج مهم. وخليه نفسيته شو يطلع بالحاسبه، خليه 3 ارقام اخذ، لا تعطيني 4 ارقام، 3 كافيات، ولا تقرب. هاي اريدكم تحفظوها، لا تقرب. اضافه لذلك كل خطوات السؤال اكتبها، كل خطوات السؤال اكتبها. ناتج واحده تعطيني اياه انا مشيت يعني هالامتحان، لكن بالجايات ما اقبل، اريد الخطوات كلها. بعد السهم لا تتعب نفسك تقول سهم اذا كان امتحان الكتروني. السهم انا راح اعطيكم رموز اللي كتبه تو بالكبيرا، تي او كبير، اعرف انه هذا سهم. اذا كان هنالك مثلا رياكشن ريفيرس، اذا كان ريفيرس تكتب لي ريفيرس تو، اعرف انه اكو رياكشن السهم ما تتقصد انه معاكس. حتى ما تروح الى الرموز وتكتب رمز وتجيب السهم وتخليه يعني يصير وقت عليك طويل. زين، الخطوة الثلاثة determine the number of mole of H. نفس الكلام the number H mole equal to number mole of OH باعتبار احنا نقطة تكافؤ فيما بيننا، فلذلك ال H يعتبر 0.125 mole. ال step 4 determine the concentration of HCl اللي هو نريد نوصل له. Every mole of HCl produce 1 mole of H. Therefore, the number of mole of HCl so number of the mole of H باعتباره هو strong acid، من يصير عملية ال dissociation إلى H زائد Cl بنفس المول. Molarity so number of mole على volume، ونفس الكلام جبنا تركيز ال mole of the H على ال volume of اللي حصلناه. Volume of HCl حولنا لللتر من السؤال، نروح للسؤال Volume of Letter، شوف مات ال HCl 50 مل، رجعنا إلى اللتر فراح يكون Molarity of HCl 0.25. ما طبقنا كل شيء لا C1 ولا V1 ولا N1، هاي الخطوة الأولى بالحل. هاي الخطوة الأولى مفهومة حتى أجزئ المحاضرة. الخطوة الأولى عفية بها 4 خطوات، هاي فقط بالأسيد بيس سترونج، أسيد بيس سترونج، رجاء نتأكد أسيد بيس سترونج. إذا كانت عدد المولات متساوية، أحمد قاسم وين أعيده من يا مكان؟ الحاجة من طيب السؤال، انت يهمك المحاضرة مصطفى، شوف بالسؤال شنو المجهول؟ عند ال 25 من ال ان اي او اتش صار الاكوفالنت بوينت مع ال 50 فوليوم من ال اتش سي ال. لا انا بالامتحان تقول بالامتحان الخطوات ما اريدك تكتب لي اياهم ذني ريتنج، ما يعني انا اريد هسه محاضرة عندي راح اقول لك هذا منين صار الرقم، تمام؟ من صار منار يعني تقول انسان اعطيت الخطوه الاولى، الطريقه الاولى بعمليه الحل، ساريد اقول الطريقه الاولى مفهومه حتى اعبر من الطريقه الاخرى. يعني هسه راح تشوفون شلون طريقه التخفيف راح تكون عندكم بها مشكله، عافيه، بس انطوني هسه هاي الطريقه. أريد هاي الطريقة عندكم خطوات الأربعة، من يجي السؤال تطبق عليه الخطوات الأربعة طبقها وخلص. تريد تشوف الناتج بالطريقة الأخرى راح أقول لك شنو الطريقة الأخرى. أنا أريد هالطريقة، سؤالي على هالطريقة، لا تروح بعيد. هاي الخطوات الأربعة إذا واضحة عندكم راح أعبر للخطوة الثانية. زين، هسه المؤشر يقول إنه الأمور، شوف لي يا عافية رفل. نعم دكتور واضحة. شنو طلعت أمامكم؟
another solution method. تمام، إذن يعني شنو معناها؟ معناها أكو طريقة أخرى في عملية another. الطريقة الأخرى اللي هي M1 في V1 equal to شنو هاي أول واحدة؟ M1 في V1 يساوي M2 في V2. إذا خلينا من الجهة اليسرى الأسيد والجهة اليمنى خليناها الفيز، فراح تكون الحقيقة الـ equivalent point بنسبة 1:1 1:1، وتراكيز كلها تكون عندنا موجودة. نطلع التركيز مات الأسيد وتكون عملية سهلة. أيضا هاي ما بها تكون مشكلة بالنسبة إلى قانون التخفيف، ما بي مشكلة قانون التخفيف. قانون التخفيف ما عندكم مشكلة بي. زين، راح آخذ مثال ثاني. آخذ المثال الثاني اللي بعده، وهو مثال الكالسيوم هيدروكسيد باي 2 and ال HCl. لاحظ كالسيوم هيدروكسيد طبعا هو هم سترونج اسيد، بالتالي عفوا سترونج بيس، بالتالي the equation would be now be M1 في V1 يساوي M2 في V2. لكن لو كان هذا طبعا الرياكشن، لاحظ هنا راح هاي المعادلة او الليفت نقسمها على 2. ليش؟ لان عندنا 2 او اتش من الجهة الثانية، وسطين في طرفين، بينما الام base for V base يعني المولاريتي او مو المولاريتي، خلينا نقول concentration في فوليوم نقسمها على 1. ليش؟ لان عدد المولات راح تكون للاسيد تصير في مقام البيس، وعدد المولات البيس راح تكون في مقام الاسيد. For example the ratio، لاحظ هاي طبعا تكمل السؤال اللي قبله، the ratio اذا كانت 1:1 الراتيو ام اسيد في في اسيد equal to ام بيس في في بيس، شوف شنو المجهول من خلال ذاك السؤال اللي طبقناه طلع على نفسيته. لكن اقصد هنا اذا جاكم الكالسيوم هيدروكسيد باي 2، شوف هاي 2 بعدين من تتفكك تعطي 2 او اتش زائد الكالسيوم، مو صحيح؟ هاي ال 2 او اتش لازم نخليها وين؟ تحت مقام الاسيد، تحت مقام هذا هنا على، شوف هاي هذا الخط على 2 وهنا على 1. من عند السؤال هسه شوفوا، قلنا احنا قانون التخفيف يعني مرات يكون واحد ينتبه من هو اللي يتفاعلون، مو احنا قلنا سترونج اسيد مع سترونج بيس بشرط نسبة، إذا كانت 1:1 يعني نخلي مقامات هي 1، ما كنت داعي نكتب، نكتب M1 في V1 يساوي M2 في V2. نفس الناتج ماكو، يعني كأنما 1:1، 2:2 كأنما 1:1، يعني مثلا يعني هي percentage يعني رقمين، percentage يعني هي رقمين، واحد قسمة على 2 والثاني قسمة على 2، المحصلة يطلع 1 كبيرسنتج كنسبة تطلع 1. بلي دكتور واضح. تمام، من عنده سؤال عافية، نسبة وتناسب عاشت إيدك. من عنده سؤال على حل هذا السؤال؟ سؤال بسيط جدا وفصلت لكم اياه ب اي تكتب التفكك وشوف عدد المولات. زين عافية عافية، اذا
إذا الشرح واضح أنا جاي أحكي ترى بصورة مفصلة، أنتم مرحلة أولى تحتاجون أفصل الموضوع بكل دقة حتى نعطيكم هاي الدفعة الأولى والدعم الأولي، لكن إن شاء الله توصلون ثاني ثالث أنا أعتمد عليكم، أنتم راح تقرون وتبحثون وتطلعوا لي هواي شغلات معلومات أعتمد عليكم. هاي الخطوة الأولى على مود نفتح لكم طريق الجامعي، طريق الكلية، طريق الصيدلة. تمام؟ أنا أعطيكم إياها هسه جاي أبسطها تبسيط يعني بحيث انه توصل للمادة، لكن في ان شاء الله السنوات القادمة اذا الله كاتب لنا الامر راح تكون بهذه الحالة، انا راح اعطيكم فالشغلات بحثون عنها. مو تريدوا كل شيء، يعني مو كل شيء نقول جاهز، لا، العلم يحتاج الى بحث اسمه ريسيرش. تمام؟ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والبحث العلمي بكيفك، اي طريقه تريد تستخدمها استخدمها، اي طريقه. زين الان نكمل، بقى موضوع بسيط جدا. اكو بعض الايرور تصير بالتايتريشن. هسه اذا اسالكم قبل شوي حكيتها شنو هاي الايرور، من المنتبه وياي حتى اسجل النشاط، قلنا انه احنا ردناها اكزاكتلي بس هي ما تصير، يعني تصير ابروكسيمتلي. تروح تقراها قول شنو اذا منتبه وياي بالانجليزي، منها صار مائل ومنهم منحرف. اريد اي عفي، توقع عبد الكريم اند بوينت، توقع عبد الكريم، انا انجليزي اند بوينت. زين بعد من يعطيني بعد ايرور اخر انجليزي، يلا منار شبيها هاي الاند بوينت شارب ان شارب حيدر، ما راح اقول ما يخالف راح امشي لك حيدر كيوفيت، حيدر عبد الله شبيه اللون على مؤيد، يعني اللون وقبل شبيه اللون، اذا حكيت بعد شبيه اللون انا هم راح اقول لك، سجل اسمك اللون شبيه، يلا ولا تغير، مش طبيعي تغير، غير لا اكو شيء يتعلق باللون، حتى من هسه ادخل ويا المناقشه مالتكم، اكو شيء باللون، لا يعني شنو باللون؟ واضح احنا ما صار شارب لي، هنا دخلنا يعني واحد من، واذا صار تغيير شنو المشكله التغيير باللون؟ وين الايرور اللي يصير؟ لا 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 اقول اني وقلنا نقطة نهاية عرفناها end point، بس يعني علي اعتقد علي قال، انا جاي اشوف الشات واشوف الجواب مالتكم، يعني شبيه اللون هو على اللون، على اللون بني تقول صعب انه نكتشف اللون، لا لا مو قلنا شارب لي عرفناه انا اتوقع يمكن مجاوبة. قول لا قلنا على الاند بوينت، هسه احنا على اللون، على اللون شبيه اللون، اكو ايرور مرات تصير في اللون. زين انا راح اوضحها، واي واحد اول واحد يجاوبني هو راح اخذ اسمه، يعني مثلا هسه رفل، رفل البصر مالتها 6/6 على مؤيد ضعيف، مثلا رقية 6/6، واحد راح يكون البصر مالته ما مخلي نظارات، واحد مسوي نظارات، واحد مخلي مكبر، يعني يلا شنو يعني معناها؟ اختلاف بيمن، خلي كلامك يكون واضح. لا وضحت لكم اياها، وصلت يعني، يعني الاختلاف وين؟ بيا مكان، مو بالمحلول الاختلاف، مو جا قلت لكم هذا واحد بصره 6/6، واحد واحد لا لا، جا انا اعطيكم مثال
أتوقع عبد الكريم نظرها 6/6، حسين نظرة أضعف، واحد نظرة قوي، واحد حاد، واحد كذا. وين الاختلاف؟ وين صار؟ صار بالمحلول ولا صار بمن؟ بمن صار؟ بالنظر. من اللي قال النظر؟ حيدر عبد الله. مو سوينا عليك حيدر مشاركة بالنظر؟ يلا حيدر عبد الله، مو سوينا لك مشاركة عبد الله حيدر. يلا هاي مشاركتين 2، يعني اختلاف بالنظر. يلا توقعتها مسجل، اختلاف بالنظر يعني انا اند بوينت وجاي اشوف ابطي اضافات واتحول. اني نظري يمكن بي مشكله، يمكن حتى لا لابس نظارات وصار اكو بعد مشكله بي، اكو واحد ما لابس نظارات. اذا عندي التجربه ما بين 5، واحد طلع عليها 25 مل وصار اكوفالنت، واحد طلع عليها 24.5، واحد طلع عليها 24.9، واحد طلع عليها 24.8، واحد طلع عليها 25.1، واحد طلع عليها 25.2، مو صح؟ هذا التغيير ديمن صار اعتمادا على اللون، حتى يقول هذا يابا تغير اللون مالت المحلول. اذا اعتماد على الفيجن، على البصر. واضحه ولا مو واضحه المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه واضحه؟ زين، اذا اريد نعالج الموقف، نريد نعالج الموقف ونقول هاي المشاكل كلها راح نذكرها ويا بخلص من هالمشكله هاي، استخدم لي في الشيء. هو انا شنو الغايه من عنده؟ الغايه من عنده انه الكوفالنت بوينت يصير نيوترال سولت، نلبس نظاره عشان طبيعي السحاحه شبيه. لازم اكو في الشيء اعتمده، انا حتى بالمحاضره قايله طبعا، واخلص من هاي المشاكل وحده من شيء طبيعي. احنا مستخدمين سحاحه، شنو بي اتش؟ يلا نور الهدى. بي اتش شنو؟ عافيه، نور الهدى. كالم عافيه ايضا، نور الهدى. وسته كالم، كالم شنو خاف هواي اكو. نضبط البي اتش، شوف لي السلايد هسه، شوف السلايد عافيه رفل. هنالك ديفرنت رفل وياي يوز تو ديترمن ذا كوفالنت ميثود. واضح. أول بداية no matter which method is used some error is introduced. ماكو فد طريقة معينة وشديدة مرات من استخدمها ما تتحدد الـ equivalent point. نقطة 2، إذا كانت concentration of the is close قريبة، شوف to true value not exact، مو exactly، ما مضبوطة. ليش؟ لانه هاي حقيقة تعتمد على القريبة، تكون يعني متعادلة قريبة من يعني الاند بوينت، قريبة من الاكوفالنت بوينت، قريبة كلش. فما راح نشوف بهذه الحالة النتيجة او الرقم مقارب. يعني انت اذا هسه قانون التخفيف، احنا بهذا المثال وقلنا 25 تعادل مع ال 50، خلي رقمك 24.5، خلي رقمك 24 تعادل مع ال 50، شوف ايش قد اكو فرق، اكو تغيير. زين، if colored or pH indicator راح نستخدم it might be difficult to detect the color changes. يعني هذا التغيير ال bit change بالكلر راح يكون صعب التحديد، ولذلك راح يكون بهذه الحالة نستخدم ال pH meter. راح نسميه، راح نشوف شلون pH meter. أيضا موجود عندنا pH meter بالمختبر يمكن ما شايفين. Another potential sources for error when acid and base is used if water used to prepare the solution. يعني مرات بالمختبر ما يستخدمون deionized water، يستخدمون يستخدمون solution يعني tap، يعني tap water، يعني ماء الحنفية مرات يستخدمون، أو أصلاً ما يستخدمون مو deionized water، يعني في مواد وشوائب، هذه الشوائب حقيقة أيضاً تغير من نقطة equivalent point. فراح تكون في هذه الحالة هنالك error بعملية الـ stoichiometrically calculation. For example, if the hard tab hard، شوف مياه ثقيلة يعني أقصد من ماء الحنفية، تستخدم used in the starting solution would be more alkaline، راح يكون أكثر قاعدية، وبالتالي أنا alkaline وأريد أستخدمه في مثلا مع الأسيد أحضر agent of a she، فبالتالي راح يكون بهذه الحالة تتغير الـ equivalent point. لذلك حل المشكلة، هذه المشكلة بمن نحلها؟ نحلها باستخدام
الديونايزد ووتر. واحدة من الحلول، يمكن واحد من الطلاب جاء وقالها، انه نستخدم جراف، جراف او ما يسمى بالتايتريشن كيرف. هذا التايتريشن كيرف حقيقة اكو شارت لعملية الرسم بنقاط مضافة، وبالاخير تحدد، يعني تسحب بنقطة ما تتحدد الاكوفالنت بوينت. استخدام الجراف يحدد لي هذا الموضوع. كل ما يكون عملية شارب، أنا يمكن لو الرسم الشارب، يعني كان بدنا أنه نرسم حتى يتحدد الشارب شلون الحاد، يعني من يكون التغير، مثلا أنت رايح في خط مستقيم ويكون شارب بزاوية 90، فأنا من أريد أنقط هاي الزاوية 90 الزاوية وأسقطها على المحور واي تجي مضبوطة، لكن إذا هي نوت شارب فبهذه الحالة راح يكون عملية تسقيط حال واي راح تكون مو قريبة النتيجة، يعني uses of pH meter، لاحظ، حتى نحدد ال end point وأخلص من هذه المشكلة. أضاف لذلك طبعا pH هو الطريقة الأولى، استخدم deionized water يعني معاكس اللي شفنا المشكلة وين نغير. ما نعتمد مثلا على اللي عنده مشكلة بالنظر او عنده مشكله يعني استخدم بي اتش ميتر. واحد عنده يكون نظره 6 على 6 بهالحاله راح يكون كل شيء موجود. وهذه الورود لكم، اتمنى لكم محاضره كانت يعني محاضره مبسطه، محاضره مفهومه. اتمنى لكم الموفقيه في هذه المحاضره. اللي عنده سؤال حقيقة راح أستلم الأسئلة.